بضلني عامل هيك شاد حالي عشان قدام راند. اوكي اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. ما زلنا مستمرين نحن وانتم في هذه الحلقه المميزه باطباقها المميزه اللي فيها مكونات كثير ومكونات يعني تعتبر انها مكونات يعني طبقات. واحكي لهم احكي لهم احكي لهم لين حبيبتي احكيني احكيني حبيبتي. اذا الفته اربع طبقات لهسه مخلصين طبقه. اوكي اهلا وسهلا برند الديس. انا بس حبيت اقول يا صباح الخير. هلا صباح الورد. صباح الورد والكل. اهلا يا احلى ايمان حبيبتي. هذا بحب الفته. ايش هو بحب الفته. بحب الفته. شوف ازاي عشان انحرز انا ما احكي عنها انها مش صحيه. اوكي ايوه بحب الفته. وانت طلعتي بتحب الفته؟ لا صحيه. كيف طب انا وقت سبانخ وعدس ولبن وفش ولحم مفرومه عجل يعني كله 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 تمام كثير ممتاز. ماشيين على التعليمات صح؟ طبعا خلص تمام طبعا صار الواحد يكذب بهالبرنامج اختي. طيب رند رح نحكي عن موضوع تقويه الدم وفقر الدم وهي الامور. بدنا نعرف الامور اللي بتساعد على تقويه الدم. اوكي هلا طبعا كثير حلو انه شيف ايمان عم تعمل اشياء اليوم فيها نسبه حديد كثير عاليه لحتى نعرف ايش المصادر الموجوده بالحديد، وهي طبعا ضمن الحمله التوعويه عن مشاكل فقر الدم اللي عم نشوفها عن جد صارت كثير شائعه عند جميع الاعمار. قبل كنا نشوف الاكثر شيوعا انه يكون عندهم فقر الدم او ضعف بنسب عاليه بمخزون الحديد بالجسم هم التينيجرز او الاعمار ما بين 12 الى 20 سنه. تمام. لانه بنشوف غذائهم بهاي الفتره العمريه بيكون للاسف مش كثير غني بالسبانخ غني بالخضار الورقيه، بس هلا عم نشوف انه صار كثير منتشر وكثير شائع انه بكل الاعمار عم يكون عندهم فقر دم. فاول خطوه نحن لنحافظ على نسب الدم عندي بالجسم انه خليني افحص لأعرف قديش نسبة مخزون الحديد اللي عندي. أنا ما بفحص الحديد اللي بيكون بالدم، أنا بفحص مخزون الحديد واللي هو يسمى الفيراتين لأعرف نسبة المخزون الموجودة عندي، وإذا عندي فقر كيف بقدر أعالجه إما بالغذاء أو بالمكملات الغذائية. تمام طيب شو علاقة السبانخ مع فقر الدم؟ تمام هلا عادة احنا لما نحكي عن الأغذية اللي فيها نسبة عالية من الحديد بنحكي عن كل الخضار الورقية الغامقة. إضافة الخضار الورقية الغامقة لمأكولاتنا بتعزز من نسب الحديد بنسب كتير كبيرة، بس للأسف بنشوف في بعض الحالات إنه نحن بنسلق السبانخ أو بنسلق الخضار الورقية وبنكب المي وبس بيضل عندي الورق. أوكي. إحنا اللي ما بنعرفه إنه معظم الفيتامينات والمعادن بالمي. بتكون بالمي بالإضافة للورق، فالمهم إنه نحن نعرف لما نطبخ الخضروات الورقية الغامقة إنه نحن نحفظ المي بالإضافة للخضار نفسها. طيب شو الأغذية اللي بتعيق امتصاص الحديد؟ أوكي هلأ هاي الشغلة كتير مهمة. إحنا كلنا بنعرف إنه الأغذية اللي فيها نسبة عالية من الحديد من أهمها هي الكبدة أو اللحوم العضوية بشكل عام العضوية. هاي اللحوم بتحتوي على نسب عالية جدا من مخزون الحديد. بنعرف كمان السبانخ والخضار الورقية بتحتوي على نسب عالية من الحديد، بالإضافة إنه بنعرف نسب جيدة من الحديد موجودة بالجاج أو بالأسماك، بس أكيد مش مثل اللحوم الحمراء. هلأ عادة إحنا بنعرف إيش الأغذية اللي فيها حديد، بس للأسف بنفقد الأغذية اللي بتعيق امتصاص الحديد. من أهم الأشياء اللي بتعيق امتصاص الحديد دائماً إحنا بنحكي عنه واللي هو الشاي أو القهوة بعد الوجبة الرئيسية. عادة إذا أنا أخذت اليوم وجبة رئيسية معمولة من مصادر حديد بتكون نباتية مش مصادر حيوانية، بتكون قيمتها الغذائية ونسبة امتصاص الحديد منها أقل من المصادر الحيوانية. فالحيوانية تعتبر high biological value أو ذات قيمة غذائية عالية، امتصاص الحديد منها بيكون سريع وسهل وما بتكسر باستهلاك القهوة أو الشاي. بس لما تكون من مصادر نباتية هون بيكون غلط إني أستهلك القهوة أو الشاي بعد هاي الوجبة. يعني الجسم ما بيمتص القهوة والشاي بتعيق امتصاص الجسم 100%. مش بس ما بيمتص كمان بيكسر الحديد الموجود فيه. القهوة والشاي بيحتوي على البوليفينولز، هذه البوليفينولز هي مادة مركبات كيميائية تعمل على تكسير الحديد اللي بيكون موجود بالغذاء. فإذا كان وجبة الفطور عندي فيها حديد جيدة خلينا نبتعد عن الشاي أو القهوة مع وجبة الفطور ونفارق ما بين على الأقل ساعتين لحتى يمتص جسمي بالطريقة الصحيحة. أما إذا كانت وجبة الغداء من اللحوم مثلا أنا عملت اليوم كبدة وحبيت أشرب كاسة شاي بعد الغداء بنص ساعة، لا ما في مشكلة، ما بيتكسر الحديد وما بيتأثر. هلا هاي وجبة كاملة أنا عم بقولهم إنه فيها فلفل أخضر فيه فيتامين سي طبعا وفيها بطاطا نشا وفيها بعترف لا والله ما حطيت فيها إشي غلط ما هي طلعت وفطر يعني وكبدة يعني وجبة كاملة صح؟
رحنا للقاضي، طلع القاضي بيسولف لصالحك. كان في اتفاق بينك وبين سلمى وبينها اكيد يعني. اكيد لا لا اكيد هي سلمى الدينامو. يعني انا قاعد بهوي وعلى الفاضي. اكيد على الفاضي. يعني الكبده وفقر الكبده كويسه للمرض. ممتازه لانه نسب الحديد فيها اعلى شيء باللحوم العضويه. هلا اضافه الفلفل الاخضر، اضافه الليمون، اضافه بطاطا، كاسه بطاطا بصل. حلوه مظبوط، كاسه عصير بردقان او عصير ليمون مع المصادر النباتيه او الحيوانيه للحديد بتعزز من امتصاصها بنسبه 67%. فاذا كل 100 ملي جرام فيتامين سي بيعزز امتصاص هاي المصادر الغذائيه من الحديد بنسبه 67%، واللي هي نسبه جيده جدا. طيب تنصح دائما السيده بعد الانجاب بتناول الكبده؟ صح صح. هلا باخر فتره من الحمل عاده ما بين الشهر السابع والتاسع مش بتخسر دم، بتخسر حديد من جسمها. أوكي. لأن الطفل بصير يخزن بجسمه حديد من جسم الام، وسبحان الله كيف الطفل بيقدر ياخذ مخزون حديد بكفي جسمه لمده 6 اشهر. وعاده حليب الام الطبيعي ما بيحتوي على الحديد، فهو لما يكون ياخذ رضاعه طبيعيه لاول 6 اشهر من حياته بدون غذاء، بس بيكون بياخذ حليب طبيعي من امه، هون الحليب ما بيحتوي على نسب عالية من الحديد، بس هو بيكون أوريدي أخذ حديد من جسم الأم. فاللي لازم تعمله هاي المرأة الحامل أو بعد الولادة إنه نحن نركز على أغذية بتحتوي على نسب حديد عالية. صحيح لا ينصح بالكبدة للمرأة الحامل لأنه فيها نسب عالية جدا من الفيتامين A، وإحنا بنخاف من النسب العالية من الفيتامين A خلال آخر شهور فترة الحمل اللي ممكن يعمل تشوهات عند الطفل، فيفضل إنه تكون النسب قليلة. ولكن بعد الإنجاب المرأة الحامل بتكون أعطت نسب كتير عالية من جسمها من الحديد للطفل، فهون الوقت الصحيح انه نحن نبلش ناخذ اغذيه مليئه بالحديد بعد الولاده، لانه نحن بنخسر كميات كبيره من الدم، وبالاضافه انه نحن بنخسر نسب عاليه من الحديد للطفل، فيفضل انها تبلش تاخذ اغذيه مليئه بالحديد بعد هاي الفتره من الولاده. تمام. والله احنا منكيف هناك بالطره لما يصير في ولاده وهذا. يعني الزغاليل والكبده والعج والله العظيم. طبعا يعني انا امطاها قربت تطير من الزغاليل. والله قربت. طيب افضل وقت لمكمل غذائي الحديد اذا احتجنا انه نستخدمه. يعني. عاده احنا ما بنحتاج لمكملات غذائيه اذا ما كان عندي مخزون الحديد منخفض. مخزون الحديد لازم يتراوح ما بين 15 الى 150 ملي جرام بالجسم. بس اذا انا احتجت اني اخذ مكمل، دائما هذا المكمل لازم يكون على معده فاضيه لحتى يكون في عندي الامتصاص عالي. الحديد امتصاصه بيتأثر بكتير أشياء، من ضمنهم الكالسيوم، من ضمنهم الزنك، من ضمنهم إذا أنا أخذت شاي أو قهوة، أو حتى أخذت وجبة بتحتوي على الفايتاتس مثل اللي موجودة بالفول، الحمص، العدس. أفضل وقت يكون الصبح بكير على معدة فاضية، نباعد ما بين حبة الحديد وفنجان القهوة تقريباً ساعة لحتى أستفيد من حبة الحديد. للأشخاص اللي بتعمل لهم إمساك أو بتعمل لهم مشاكل بالهضم، بنقدر ناخدها مع وجبة الفطور أو الغداء، بس بدنا نكون متأكدين إنه الامتصاص ما رح يكون جيد مثل لو اتاخدت على معدة فارغة الصبح. بالليل امتصاص الحديد بيكون كتير قليل، لأنه بيكون في كتير أغذية إحنا تناولناها مليئة بالكالسيوم، مليئة بالزنك اللي بيتعارض مع امتصاص الحديد، فللأسف ما رح يمتص الجسم الحديد بالطريقة الصحيحة. فأفضل وقت الصبح بكير إذا ما عمل لي أي أعراض جانبية. إذا كان في أعراض جانبية من ضمنها الإمساك والغثيان والشعور بعدم الراحة بالأبدومينال أريا، يفضل إنه نحن ناخدها مع وجبة الفطور بدون وجود ألبان أجبان بهاي الوجبة. معلومات دائما قيمة ومفيدة. شكرا لك لمعلوماتك. شكرا بنت حبيبتي. يعطيك العافية.